بقى تياترو مصر احنا فتحنا الحمد لله، وكان افتتاح عظيم جدا، لانه الحقيقه الاستاذ محمد عبد الحميد والاستاذ وائل علي شركه فيردي استعانوا بعناصر جديده عن السنه اللي فاتت، منهم المخرج الاستاذ محمد جبر، مهندس الديكور الاستاذ محمد جابر، وطبعا الستايلست استاذه مها بركه واستاذ خالد عبد العزيز. دول فعلا غيروا كتير قوي في تياترو مصر، بالاستعانه بتلاته هيعملوا ضوضاء النهارده جامد جدا في الحياه. انتوا هتشوفوا النهارده ضوضاء عمرها ما حصلت في الحياه قبل كده، اللي هم ثلاثي ضوضاء الحياه، مينو مينا وميزو وترك. هم طبعا بيشاركونا في المسرحيات بتاعتنا، واحنا مرحبين بيهم جدا، غير عناصر تانية جديدة، وبقول لهم مبروك على البرنامج وان شاء الله بالتوفيق. وعايز اقول كمان ان الحياة بما انها القناة رقم واحد في مصر فبتدي فرص، بتدي فرص لشباب لسه الناس ما عرفتهاش، وهتعرفها من خلال برنامج ثلاثي ضوضاء الحياة.